توقعات برج الجوزاء ليوم الأحد الموافق 30 يوليو 30 تموز 2023. لو كانت بتنتابك شوية شكوك في موضوع معين، حاول أنك تستشير الأشخاص اللي حواليك وحاول تتصل معاهم عشان تسمع صوتهم. لو كنت طولت ما تكلمتش معاهم، ممكن تلاقي أنك كسول جدا، عشان كده هتعرف تحرز تقدم واضح في الشغل. ما تخططش لكل حاجة، لأن التخطيط أحيانا بيؤدي لنتائج غير مرضية. بالنسبة لك عاطفيا، لازم أنك تحتاج لتعاطف حبيبك معاك وقوفه بقربك في أصعب الظروف اللي أنت بتمر بيها، حاجة بتقويك أكتر. بالنسبة لك مهنيا، بحذرك من المشاحنات اللي بتبقى في الشغل لسبب مش هيبقى بيستحق أصلا الذكر. خليك عاقل وبادر بالهدوء حتى لو كان في حد بيزعجك. بالنسبة لك صحيا، هتكتر سهراتك في الصيف وهتشرب المشروبات اللي بتبقى بتفضلها. لازم تنتبه بس لمعدتك اكتر في الفترة الجاية. بالنسبة لحركة الكواكب النهاردة، هنرغب في اننا نشوف الحاجات بشكل واقعي من ناحية، وبنفضل رعاية الخيال من ناحية تانية. هننظر من كل الاتجاهات التانية من ناحية حاجات تفاصيل كتيرة هتبقى تحت التأثير ده. هيكون عندنا عدم أمان وشكوك حول الأشخاص اللي حوالينا ومشاعرنا وتصوراتنا. التردد ممكن مع كل ده. هنبتدي نتقدم في اليوم وهتوحي خطوط برج الجدي للمريخ والمشتري بثقة في كل الحاجات اللي بنبقى بنقوم بيها وبنسعى جاهدين عشان نحققها. احنا هنبقى على وجه الخصوص وسعيد في خيالنا في اليوم ده بشكل كبير. هنكون مرتبكين شوية في علاقاتنا وأمورنا المالية هتبقى في النص الأول من اليوم بتهمنا. في عدم وجود إجابات موثوقة هتبقى بتحيرنا شوية. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه مشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. رب أكبر بيكم وبدعمكم ليا.